الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع الجديد والقصير إن شاء الله كيفية استخدام برنامج ديسموز. هنا ديسموز، هذا البرنامج قد يكون من الصعب أن ننزله على أجهزة الحاسوب الشخصي لدينا، فهو أونلاين يعني رأساً عن بعد. تذهب إلى جوجل وتضغط يعني تبحث عن ديسموز كالكوليتر. ديسموز بيطلع عندك خيار ديسموز كالكوليتر أو ديسموز جرافيك كالكوليتر، اللي هو آلة حاسبة تعطينا الآن كيف يمكن لنا أن نستخدم هذا البرنامج في القيام بريجريشن، اللي هو انحدار أو رسوم بيانية مختلفة. فاستخدام هذا البرنامج سهل جدا جدا، دعوني أبين لكم كيف نستخدم هذا البرنامج. هو مهم جدا لطلبة الاقتصاد القياسي، طلبة السلاسل الزمنية، طلبة الرياضيات اللي هو الاقتصاد الرياضي مهم جدا، وطلبة الرياضيات بشكل عام. الآن بعد ما تطلع عنا الآن المستوى الديكارتي أو الكارتيزيان بلين، لاحظوا هنا يمكن تصغيره بالماوس بالفأرة، يمكن يعني تضغط على العجلة هنا وتصغر أو تكبر على حسب ما يعني رغبتك. تذهب إلى إشارة الزائد هذه، عندما تضغط عليها الآن بطلع عندي مجموعة من الخيارات، هنا expression، هنا note، هنا table. هذه table اللي هي الجدول سأختارها أنا رأسا. هو هذا البرنامج بعطيني المتغير المستقل x1 y1 التابع، فعندي فكرة خطرت عبالي صباح هذا اليوم أني يعني أقوم بنمذجة كمية الرطوبة في عمان عاصمة الأردن خلال أشهر السنة بواسطة دالة جيبية نسميها ساينوسويدا. يعني اخترت هذا البرنامج لأنه هو الذي يقوم بنمذجة الظواهر المعقدة مثل كمية الرطوبة أو كمية الإنتاج المعقدة إذا أدخلنا عوامل إنتاج متعددة. فأنا الآن سأتحدث عن كمية الرطوبة في عمان في خلال أشهر السنة، وأحاول أن أنمذجها، يعني أضع لها نموذج رياضياتي باستخدام دالة الجيب ساينوس اللي هو الجيب، جيب الزاوية وجيب التمام والتانجنت وما شابه. فاخترت أنا الدالة الجيبية بسموها ساينوسويدال فانكشن باللغة الإنجليزية اللاتينية. سأختار الآن أذهب إلى هذه الخانة هنا، وهذا شهر واحد، ثم بالسهم إلى شهر اثنين، شهر ثلاث، شهر أربعة، شهر خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، شهر عشرة، شهر 11، وآخر شهر 12، عفواً شهر 12 من أشهر السنة، اللي هو هذا كانون ثاني، إشباط، آذار، نيسان، أيار، حزيران، حتى ننتهي من كانون أول، أو جانيوري، فبراير، مارش، إبريل، بلهجة أهلنا في مصر يناير، فبراير، مارس، إبريل، وهكذا. وأذهب الآن تحت واي 1 الأولى وأختار يعني أضع بيانات عن كمية الرطوبة. هنا كمية افتراضية، لكن هذه الكمية افتراضية لكنها قريبة من الطبيعة، فبتكون عالية جدا في أول شهر من السنة، يعني كمية الأمطار، احتمال الأمطار عالي جدا. بالسهم أضغط إلى الأسفل واخترت الرقم 80 على سبيل المثال، شهر 2، شهر 3 اخترت له الرقم 75، يعني هنا احتمالية الأمطار عالية جدا بهذه الأشهر. ثم تنخفض كلما اتجهنا نحو الصيف، تنخفض كمية الأمطار، بتكون كمية الرطوبة قليلة. وشهر 4 اخترت له 60، بتكون في كمية أمطار لكن قليلة. ثم 30 إلى شهر 5، ثم 20 إلى شهر 6، ثم 10 إلى شهر 7، ثم 5 إلى شهر أغسطس، 8 آب، هذا لأنه يكون قليل جدا. ثم ترتفع فجأة إلى تقريبا 60 في شهر 9 أيلول، بكون يعني احتمال مطر لكن متوسط، يعني احتمال متوسط. ثم 70، ثم 80، ثم 90. هذه الآن أشهر السنة من أول شهر إلى آخر شهر 12 شهر، وكمية الرطوبة يعني تعطيني احتمال أمطار. الآن أذهب أحبتي إلى هذه الإشارة هنا، إشارة اللهم صل على سيدنا محمد، عماله بأذن الظهر في عمان الآن. أذهب وأضغط عليها حتى أسمي المحاور. هنا الآن سأختار، لاحظوا الـ X-axis بدي أسميه
بعد إذنكم بحول رأسا لوحة المفاتيح إلى لغة عربية، هون أسميها أشهر السنة، وثم هنا كمية الرطوبة إلى على المحور العمودي كمية الرطوبة، بعدين بحول إلى اللغة الإنجليزية هنا حتى أحدد بالضبط أشهر السنة. سأختار سالب واحد حتى يكون عندي هنا يعني حرية، يعني ما اخترت رأسا واحد مباشرة على الربع الأول، لكن بتبين عندي. وعندي هنا آخر شهر بدي أختاره 13 برضو مشان ما تحددش، أنا عندي 12 سالب، يعني بين سالب واحد و 12. وآتي الآن على كمية الرطوبة، عندي أقل كمية رطوبة هنا 5، لكن سأختار 3 على سبيل المثال، أو 1 حتى، 1 تكون واضحة عندي 1، واللي هي يعني احتمال أنه تنزل الأمطار قليلة جدا. وآخر شيء سأختار 100. والآن بعد ما خلصت أضغط على الشاشة، لاحظوا الآن هذه الآن كمية الرطوبة في عمان خلال أشهر السنة. آخر شهر هو 12 هذا، لاحظوا لي هاي أشهر السنة، وهون كمية الرطوبة و عفوا هنا. الآن أريد أن أنمذج هذه الآن الظاهرة، ظاهرة الرطوبة في عمان، بواسطة ما يسمى بالساينسويدال فانكشن. لوحة المفاتيح بتكون اللغة الإنجليزية، لاحظوا الآن كذلك الأمر، سأختار أنه نضغط على لوحة المفاتيح الإلكترونية هذه هنا بأسفل الشاشة، اضغط عليها بطلع عندي أنا هذه الآن اللوحة، ويمكن تغييرها. إذا ضغطت على الـ ABC بطلع عندي أشياء أخرى، لاحظوا لي هنا، بضغط على الأرقام بطلع عندي ABC وهكذا. فالآن كمية الرطوبة هنا بدأ أنمذج Y1، عندما أضغط Y1 بيقول لي لديك 12 قيمة، فعلا 12 elements هي 12 قيمة. بدي أنمذجها كما يلي، تساوي، عفوا ليس تساوي، أذهب، لأنه هذا برنامج بيستخدم يعني إشارات معينة، أذهب إلى الـ ABC أضغط عليها تطلع عندي هذه الإشارة تلدة، هذه الإشارة أضغط عليها بتطلع هنا. والآن هذا النموذج الرياضياتي اللي عادة بيستخدموه بالدالة الجيبية أو the sinusoidal function، تساوي A مضروبة في ساين، نفتح قوس، لاحظوا الآن ساين، ساين ماذا؟ B مضروبة في X رأساً بعد واحد، أها لاحظوا يعني أعطاني كيرف، بعدين ناقص C، أوكي خط مستقيم أعطاني، بغلق القوس، أوكي وأغلق القوس ثاني مرة، زائد D، أها لاحظوا الآن، طبعا بدناش لوحة المفاتيح انيمور، لاحظوا لي الآن هذه الدالة اللي ظهرت عندي. استطعنا أن ننمذج كمية الرطوبة في عمان بواسطة sinusoidal function اللي هو هذه. الآن لاحظوا لي الR square أعطاني رأسا، هذا البرنامج حسابات رائعة جدا، أن الR square طلع عندي 93% تقريبا، هي فاصلة 93.12. الA هذه الA يسموها إزاحة التطور باللغة الفيس شيفت، 39، يعني نبدأ الآن 39 مضروب في الساين لهذه الكمية، مطروح منها ماذا؟ مطروح منها سي هذه، لكن لاحظوا هاي سالب وهاي سالب، إذن بصير عندي إضافة، يعني الآن يمكن لي أن أضع الدالة هنا إذا اخترتم. Y تساوي لاحظوا لي الآن A اللي هو 39 مضروبة، أوكي مضروبة في الساين، مضروبة في الساين لإيش مضروبة؟ طبعا 39 سأختار أنا بعد إذنكم فقط خانتين، 39 29، لاحظوا لي هنا 39 29 فاصلة 29 مضروبة بإيش؟ بالساين لإكس ناقص سي اللي هي هذه سي، ناقص ناقص تصبح زائد، لاحظوا هاي إشارتها سالب وهاي سالبة هنا، فالآن تصبح زائد فاصلة الآن أو فاصلة 7.5 فقط، يعني سأختار قيمتين فقط لا غير، قوس بنقل القوس زائد الآن زائد 49 49 عفوا البي، أنا نسيت هنا البي
سوري، هاي البي هنا 3.63، نفتح القوس وبنغلقه ثاني مرة، والآن نضع اللي هو 49 اللي هي آخر في 49، لاحظوا 49.55. إذا هذه المعادلة هي التي نستطيع أن يعني نستخدمها بالتنبؤ بكمية الرطوبة في عمان. هذا المثال غريب عجيب، طبعا بستخدم أنا إشي من الطبيعة اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى، لكن يمكن تطبيقها بالاقتصاد القياسي بكل بساطة. لماذا اخترت هذه الأشياء؟ لأنه هذه أشياء طبيعية يعني تتكرر كل فترة زمنية حسب هذه الدالة. من منكم أحبة الطلبة المتابعين استطاع أنه يرصد ظاهرة اقتصادية بتكون يعني ممكن كمية الاستهلاك من المشروبات الغازية، البيبسي كولا والسفن أب وما شابه، بالصيف وبالشتاء، يمكن أن تأخذ هذا المسار يعني، وإذا حصل على معلومات فليقم بهذا التمرين حتى يمرن نفسه عليها. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة لكم أحبة الطلبة والمتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى مقطع آخر قريب بإذن الله تعالى.